من محافظ بابل دعم للنادي فتاة بابل. مع العلم عندنا لاعبات وعندنا كل الرياضات، احنا عندنا قدم، عندنا سله، عندنا طائره، منضده، العاب مضرب، كل اللعبات عندنا لاعبات، لكن نحن بحاجه الى مقر رياضي، بحاجه الى مقر اداري لكي ندرب، نقدر ندرب اللاعبات، لان ما عندنا يعني مكان ندرب فيها. نعاني من مشكلة وهي عدم وجود مقر إداري ورياضي خاص بهذا النادي. طبعا السيد المحافظ مشكورا دعمنا دعم كبير جدا، لكن المشكلة في وزارة الشباب والرياضة، مديرية التدريب البدني، انه نحتاج الى مقر إداري ورياضي مخصص للنادي. نتمنى ان تحل هذه المشكلة حتى نستمر مشاركاتنا الرياضية القادمة وتتضافر الجهود لدفع مسيرة الرياضة النسوية للأمام. لدينا كل الطاقات وفئات عمرية صغيرة، ويعني فئات عمرية صغيرة، شابات وناشئات ومتقدمات وكافة الألعاب، وشاركنا وحصلنا على مراكز متقدمة في بطولات السلة والريشة الطائرة والشطرنج والرماية وخماسي كرة القدم. صراحة احنا نحس بمظلومية لأن ما موجود ذاك الاهتمام، وكوننا تدريسيات في جامعة بابل دائما ندعم المشاركات وندعم الطالبات للمشاركة في مثل هذه البطولات.